رفض مقام قضاء الرمادي بالأنبار إبراهيم العوسج تسلم الرز من وزارة التجارة بسبب التعفن والرطوبة في شاهد جديد على استشراء الفساد المالي والإداري والاستخفاف بحياة المدنيين. وقال العوسج إن القضاء رفض تسلم حصته من الرز الهندي العفن من وزارة التجارة لأنه فاسد وفيه رائحة كريهة، مؤكدا أنه غير صالح للاستهلاك البشري. وكان رئيس مجلس قضاء حديث بالأنبار خالد سلمان أعلن قبل أيام تسلم أهالي القضاء رزا من وزارة التجارة غير صالح للاستهلاك البشري، وذلك بعد ساعات من رفض محافظة ذي قار تسلمه لأنه لا يصلح للاستهلاك. وكان مجلس العشائر في العراق دعا لتنصيب حاكم عسكري في الأنبار بشكل فوري وتخليص المحافظة من الفاسدين الذين يتحكمون بإدارة المحافظة ومجلسها لإنهاء حالة الفساد الإداري وتقاسم المغانم بين ثلة من المفسدين.